السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معنا خبر مؤسف طبعا للسوريين، وهو توقف بشكل مفاجئ طبعا من مديرية النفوس والهجرة، تحذف ملفات الجنسية للسوريين طبعا بشكل نهائي. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الخبر. طبعا قال السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع الطلبات المحذوفة كانت فيما تعرف بين السوريين بالمرحلة الرابعة، وجاء في الرسالة التي صدمت مئات آلاف السوريين طبعا أثناء الاطلاع على مرحلة الجنسية التركية: تم إلغاء طلبك على الجنسية التركية الاستثنائية بشكل نهائي. وهذه الصورة كما تظهر لكم. وننتقل إلى طبعا جلال ديمير، وهو مسؤول عن مخيمات نزب التركية. من جهتها قال جلال ديمير، هو مدير مخيمات نزب، أنه بعد تواصله مع أحد المسؤولين في مديرية النفوس العامة للاستفسار عن سبب إزالة ملفات كثير من السوريين من موقع الجنسية التركية الاستثنائية، فقد أجاب الأخير أن معظم الذين تم إزالة ملفاتهم من السيستم هم الذين أثبتت اللجنة المختصة أنهم قاموا بتقديم أوراق مزورة وغير صحيحة. الجدير بالذكر هنا أن وزارة الداخلية التركية أو مديرية النفوس العامة لإدارة الهجرة التركية علقت رسميا حتى اللحظة عن سبب وراء حذف ملفات السوريين بشكل نهائي. وطبعا ننتقل إلى تغريدة جلال ديمير: قبل قليل أجريت اتصال بأحد المسؤولين في مديرية النفوس وسألت عن سبب إزالة الملفات اليوم، فكان الجواب هو أن معظم الذين تمت إزالة ملفاتهم من السيستم هم الذين أثبتت اللجنة المختصة التركية أن أوراقهم مزورة وغير صحيحة. طبعا أنه يعني عالم كثير قام تسأل ليش أنا ألقان لحد الآن في المرحلة الرابعة، وأمس يعني أجتهم رسالة أنه تم إزالتك طبعا من الجنسية التركية الاستثنائية، وذلك بسبب تقديم لأوراق مزورة وغير صحيحة. طبعا هذا هو الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.